السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في الكيز أوف ساينتفك ريسيرش كورس. معدنا النهاردة مع الكتشر 23، واحدة من أحب المحاضرات لقلبي لأني هتكلم على ريسيرش رابت، موقع مهم جدا وفي رأيي يصنف من الحاجات رقم واحد لينا كمحركات بحثية مستخدمة، وللأسف غايب كتير عن الوطن العربي في الاستخدام. طيب معاكم عبد الله الوكيل. احنا بنتكلم طبعا في الريسيرش تولز والتكنولوجي في المواقع الخاصه بالديتا كوليكشن، تجميع الابحاث بشكل عام. احنا كنا خلصنا جوجل سكولر، خلصنا ساي هاب، خلصنا ايجيبشن نولج بانك، خلصنا سكوبس، خلصنا كونكتد بيبرز. معادنا النهارده مع الريسيرش رابت. طيب الريسيرش رابت هو ويب سايت خاص طبعا بان انا اجيب من او ان انا هيساعدني في ان انا ازاي اجمع ابحاث في النقطه البحثيه بتاعتي، لكن الموضوع هنا مختلف شويه. ليه؟ لانه رابط بين ان انا هعمل كريسيرش انجن، ان انا ريسيرش انجن محرك بحث اشوف الابحاث اللي بتتكلم في توبيك معين بتاعي، وتاني حاجه ان هو بيربط ربط الابحاث زي كونكتد بيبر بس بصوره افضل. كونكتد بيبر بيبرز كان بيستخدم بيبر واحده عشان يشوف الابحاث المترابطه الخاصه بالبحث ده، لكن هنا هنلاقي الموضوع اوسع. تالت حاجه ان هو زي كده حاجه انا ممكن ان انا استخدمها بحيث ان انا انظم وارتب البروجكتس البحثيه المختلفه اللي انا شغال عليها. بلاش اطول عليكم في المقدمه، تعالوا كده نخش ونبدأ ونشوف ريسيرش رابت. طيب تعالوا كده نبص على السكرين بتاع ريسيرش رابت. طبعا انا هكتب على جوجل ريسيرش رابت دوت اي اي وهفتح ادي السكرين دي. هنعمل ساين اب، انا مش معايا او مش مسجل عليه. الموضوع سهل جدا، هحط الايميل بتاعي وباسورد وخلاص. جدا رابت هو سهل في الدخول وسهل في الاستخدام جدا كمان. تعالوا بقى نشوف ريسيرش رابت ده اللي هو حاجه مهمه جدا في حياتك كباحث يعني. طيب اول حاجه انا هخش دي السكرين اللي هتظهر لي. موجود اول حاجه ان انا اعمل نيو كوليكشن ونيو كاتيجوري، دول بشكل اساسي. نيو كاتيجوري هنفترض ان النيو كاتيجوري دي البحث او المشروع البحثي اللي انا شغال عليه. لو انا افترضت ان انا شغال على تلات مشاريع بحثيه، فخلاص هعمل كل مشروع ان هو كاتيجوري معين. المشروع الاول مثلا انا هتكلم فيه هو كاربون مثلا، كوانتم دوتس، تمام؟ يبقى ده كده ده النيو كاتيجوري او الكاتيجوري اللي انا اعمل. بيقول لي create collection with name carbon quantum dot is okay. خلاص عمل كاتيجوري، قصدي يبقى هو عمل ايه؟ ده الكاتيجوري بتاعي المشروع. انا ممكن اعمل ايه؟ كذا كاتيجوري. طيب تعالوا كده داخل الكاتيجوري هاد collection. طيب طبيعي جدا منطقي ان انا شغال على مثلا بحث معين، ما هو البحث ده فيه كذا برانش، فيه مثلا وات ايفر. هعمل تحضير مثلا ثينسز، هعمل مثلا تطبيق مثلا الماتيريال بتاعتي، فدي كوليكشن تانية. يبقى اذا كل حاجة هعمل بيها كوليكشن. فانا مثلا كتبت اول كوليكشن هتبقى التحضير، فانا هكتب مثلا كاربون كوانتم دوتس ك ك يعني كحاجة اساسية وفيها سنس يعني فكرة التحضير مثلا سن، تمام؟ طيب وهسيرش، هيبدأ يجيب لي مثلا طبعا الحاجة يعني الموضوع يعني ايه relatively على حسب التخصص بتاعك، يعني انت مش هتحتمل زي بالظبط يعني. طيب هبدأ هنا بقى، ودي نقطة ونبدأ في الجد شوية، ان انا اختار الابحاث. والله ايه الابحاث اللي انا ممكن اختارها مثلا في الشغل بتاعي؟ وهعمل add to collection في الحتة بتاع السنسز. البحث ده معايا مش معايا، معايا مش معايا، معايا مش لقيت ده كمان معايا. طيب ده لقيت، نزلت شوية لا انا عايز ده كمان، كمان شوية انا عايز ده كمان، تمام؟ يبقى اذا انا عملت تجميع الابحاث اللي هي لا انا دي الابحاث اللي هفوكس عليها ولقيتها قريبه جدا ودي اللي ممكن اشتغل عليه، فجاست ان هو ايه حطهم لي في الكوليكشن دي. طب انا عايز اعمل كعبد الله كمان كوليكشن ليه خاصه بال يعني بال بطريقه بالتطبيق يعني ذات نفسه، فخلاص انا هعمل يعني كوليكشن جديده خاصه بالتطبيق. هعمل فيها ايه؟ هحط فيها الابحاث الخاصه بالتطبيق. فهو هضغط عليه على الكوليكشن يقول لي اد بيبر، وهكتب الكاربون كوانتم دوت والتطبيق ده، وهيبدا يظهر لي الابحاث المختلفه. والله هبدا اشوف كده هلاقي ان البحث ده ريليتد مثلا، البحث ده معايا، بعد شويه البحث ده معايا، كمان شويه ده ممكن، طيب ده لا ده لا مش عارف ايه، لقيت ده كمان موجود معايا في السوق. فخلاص انا شفت الاربع ابحاث دول تمام موجودين وانا عايز اشتغل عليهم الداتا بتاعتي. يبقى اذا انا في البروجكت ده
كل تفصيلة انا بعمل لها كوليكشن خاصة بيه. طب حلو جدا، ايه بقى ريسيرش رابت ممكن يعمل لي ايه بالديتا دي؟ وهنا ممكن يكون افضل من كونكتد بيبر في الجزئية دي، ان انا عايز اشوف الابحاث الريليتد بالابحاث الخاصة بالبوينت اللي انا اخترتها. انا اخترت 4 ابحاث، عايز اشوف الابحاث السيميلر ورك للـ4 ابحاث كلهم، للديتا اللي انا جمعتها دي كلها خاصة مثلا بالكوليكشن بتاع الفوتو كاتاليتي. هيبدأ يعمل لي كونكشنز كده، دي الابحاث اللي باللون الاخضر دي كده معناها ان الـ4 ابحاث اللي انا الموجودين في اللايبراري بتاعتي الخاصة بالكوليكشن دي، ويبدأ بقى يحط لي كل الابحاث الكونكتد، او ان هو يجيب لي تقريبا 50 بحث كونكتد او ريليتد جدا بالشغل بتاعي. طيب ايه كده ده يعني ده كده يعني ايه الداتا؟ هي موجودة بصورة الاسم او في صيغة الاسم وبشكل اساسي المجلة والكي ووردز الموجودة whatever يعني. طيب هنا ودي هنا الكونكشن، تمام. طيب انا هعمل ايه يا عبد الله دلوقتي حالا؟ اول حاجة ان انا عندي نتورك وعندي تايم لاين، لو انا عايز ابحث او اشوف كونكتد بس بالتاريخ يعني بالوقت، عايز اشوف اول بحث نشر امتى، عايز اشوف الابحاث القديمه قالت ايه، لا انا عايز اشوف الابحاث الجديده، فده بالتايم لاين. تاني حاجه بالنتورك، مدى قرب الابحاث ومدى السيميلاريتي بتاعتها. طيب انا المفروض هعمل ايه دلوقتي؟ هبدا ان انا دي الداتا اللي انا جبت الـ4 ابحاث دول اللي انا هبيز عليهم او هبني عليهم مشروع البحث بتاعي. هبدا بقى اشوف الابحاث القريبه، فانا هختار او هضغط على البحث ده، هيبدا يطلع لي الاسم والابستراكت بتاعه. طب حلو جدا، البحث ده معايا، لقيته حلو جدا وينفع جدا في الاستخدام وقريب للي انا عايزه بالظبط، هقوم عامل له اد تو كوليكشن. حلو، طيب حلو جدا، اشوف بحث تاني، ابص اضغط عليه الاقيه مش، لا مش تبعي خالص، مش دي الماتيريال بالظبط اللي انا عايزها، فسكيب. تعالى هنا، تمام، ده اشوف مثلا الابحاث القريبه قوي. طيب ابص لده، لا مش معايا ده، لا ده معايا، هم اد تو كوليكشن. طيب وانا بدور، انا طبعا اخترت اربع مجالات اساسيه او 4 ابحاث اساسيه، دول السكوب الاساسي اللي انا عايز اشتغل عليه، تمام. طيب انا جيت ابص كده لقيت هنا احنا بنتكلم على تطبيق، فالتطبيق هنا كان حلو قوي وما كانش في بالي اصلا. طب انا ممكن اعمل ايه تاني؟ انا ممكن طبعا هاد تو كوليكشن، او ان انا اعمل له كوليكشن جديده. لا دي محتاجة كوليكشن، يعني داخل الكوليكشن الواحدة، لا انا عايز اعمل كوليكشن تانية، لا للتوبيك ده مثلا ان هو تطبيق مختلف او whatever. فانا هخليها هنا ان انا هاد كوليكشن في كاربون كوانتم دوت خاصة مثلا بالبحث ده، او خاصة بال والله فوتو كاتاليتيك مثلا، بس فوتو بس مش عارف في حتة معينة ان مثلا اي حاجة. طيب خلاص حلو جدا، يبقى انا ضفت له كوليكشن خاصه بيه هو. ليه؟ لان انا حاسس الحته دي حلوه. طب بعد كده هقوم عامل ايه؟ طيب تمام، اقوم رايح شايف السيميلر وورك بتاعه هو بتاع البحث ده. ليه؟ لان هو بالنسبه لي طريقه جديده، وهبدا ان هو يظهر لي السيميلر وورك عادي جدا، وابدا ان انا اختار الابحاث القريبه بالنقطه دي او بالطريقه الحلوه قوي الجديده دي، وابدا ان انا اضغط عليها، اضغط على الابحاث القريبه واد للكوليكشن اللي انا لسه عاملها. فالموضوع هنا في ايه؟ في زي فكره بساطه وسهوله جدا، وان انا باسرع وقت اقدر اجمع داتا بالنقطه وما حولها والحاجات القريبه والحاجات اللي ممكن تتفتح لي جديده انا اول مره اشوفها. دي كده فكره ريسيرش رابت من ناحيه النتورك، او فكره السورسز المختلفه القريبه من مجالي. انا هضغط غلط هنا كده، خلاص انا جمعت مثلا داتا، تعالوا كده نجمع داتا محترمه يعني. نجمع داتا محترمه مثلا add to، نشوف كده والله ده بحث وده بحث، هنجمع ايه؟ هنجمع داتا محترمه مثلا 10 15 بحث. لما بعمل ريفيو، ريفيو هنا مش شرط ريفيو اللي هو الكتاب، لا ريفيو المشرف بتاعي قال لي اعمل لي ريفيو عن النقطة دي بشكل كويس. فبالتالي خلاص تمام، أنا جمعت الأبحاث اللي أنا لقيتها من دول قريبة جدا من المجال بتاعي. بس كده خلاص أنا خلصت، هروح كده تاني وأشوف إيه اللي حصل بالظبط في الكوليكشن بتاعي. أضغط غلط هنا، الموضوع سهل جدا وحلو جدا وفيه كده سيستماتيك قوي. فأبدأ أشوف هنا، هلاقي إن أنا جبت الـ10 أبحاث القريبين جدا من المجال بتاعي هيبدأ يستعرضهم. انا ممكن اعمل ايه تاني؟ اجيب سيميلر ورك للـ10 ابحاث دول،
كمان ان انا اكون سبيسيفيك سبيسيفيك لغايه لما اشوف كل الناس اللي هنا قالت ايه. انا هنا بقرا التايتل وبقرا الابستراكت خلاص، يعني انا مش عايز، يعني انا فهمت كل حد بيتكلم على ايه، فهعرف بكل سهوله ان انا اكاتش، يعني اشوف كل الناس قالت ايه واشوف اقرب الناس ليا قالت ايه، وايه الحاجات ان انا خلاص انا مجمع بالظبط كل حاجه اتقالت في الحته دي، خلاص محدش يجي يتكلم معايا تاني. تمام. طيب النقطه التانيه بقى، يبقى ده كده اول حاجه. النقطة التانية طبعا في فكرة ايرلي وورك، يعني طبعا احنا ضغطنا على سيميلر وورك. ايرلي وورك دي بتبقى خاصة بالأبحاث اللي هي القديمة، أنا عايز أشوف البيز الأصل في الحتة دي كان بيقولوا إيه الناس في البداية. هنا ليتر وورك الشغل اللي هو الجديد. طيب تمام، يبقى ده فكرة إن أنا أشوف سيميلاريتي. لو أنا ضغطت مثلا ايرلي وورك هيجيب لي عادي جدا الجراف بس خاص بالديتا كلها، ودي نقطة أدفانسد أوي. أنا لو عايز أجيب لي البحث الواحد اتس أوكي، لو انا عايز اجيب الجراف الخاص بالبحث الواحد تمام، ودي موجوده في كونكتد بيبر. لكن الاضافه هنا ان انا لا، انا عايز للداتا اللي انا جمعتها كلها اشوف الابحاث المترابطه. طيب فانا في العشر ابحاث دلوقتي عملت ايرلي وورك، فجاب لي الابحاث اللي هي كانت قديمه شويه من او من بدايه نشاه الحته دي او التوبيك ده بشكل اساسي، فببدا ان انا اشوف الحاجات اللي انا عايزها برضه. طيب فبالتالي ده كده اول حاجه ان انا اشوف سيميلر وورك ايرلي وورك او ليتر وورك. طيب للايه، للديتا او للكوليكشن دي وهكذا برضو، لو انا عايز اعمل الكوليكشن دي براحتي جدا. تمام. طيب الحاجه التانية فكره الاوثرز، مهم جدا ان احنا اتفقنا ان انا في المجال معين اعرف مين الناس اللي بتتكلم هنا، مين الناس اللي بتنشر هنا على طول، واشوف الكوليبريشنز بتاعتهم. لو انا دخلت على these authors الباحثين دول، هيبدا يظهر لي الباحثين اللي نشروا في العشر ابحاث دول، كانوا عددهم 18 باحث، هضغط على واحد منهم مثلا لقيت ده. طيب اشوف الببلشر الببلشد ورك الابحاث بتاعته اللي اتنشرت ايه على طول. انا هنا في ريسيرش رابت يا جماعه، صراحه الموضوع يعني حلو قوي ان انا ايه في ريسيرش رابت بسهوله جدا، الموضوع في 10 دقائق ربع ساعه ساعه بالكتير اكون عرفت كل حاجه اتقالت فين وكل الدايره اللي حواليا ايه والكوليبريتورز اللي موجودين معاه، معامل خمسه يعني الابحاث اللي نشرها مع 85 باحث مختلف والدول بتاعتهم ايه وهكذا. ولو انا عايز اعرف اسم دكتور وان انا بوسيله تانية يعني مش شرط دي ان انا اعرف اتابع المشرف ده او السوبرفايزر ده، ده هو تقيل في الحته دي ليه ما راسلهوش، ليه مثلا ما اشوفش الجامعه بتاعته لو مقدمه منحه ولا حاجه ان انا اقدم فيه. فدي النقطه التانية الخاصه بالباحثين او الاوثرز الموجودين. فبصراحه طبعا ده نيو كوليكشن نيو كاتيجوري ونيو كوليكشن شرحناهم. زيترو ده كونكت تو زيترو كمان، لو انا عايز ان انا اعمل سايتيشنز او ريفرنس، ودي انا هشرحها زي ما انتم عارفين في التولز الخاصه بالريفرنس. اوفر اول هنا في ريسيرش رابت العنوان الرئيسي ايه، ان انا بخش باسرع وقت ان انا اعمل تجميع للابحاث المختلفه اللي في المجال بتاعي. وكمان ان انا اتابع، يعني الموضوع مش بس ان انا اكون يا جماعه عارف السايتس المختلفه والمواقع المختلفه، لا، فكره ازاي ان انا عندي مهاره بحثيه ان باسرع وقت اقدر ان انا اخش اشوف كل حاجه في المجال ده او الداتا اللي انا عايزها. انصح ان دايما كل حد شغال في ريسيرش بشكل عام يكون عامل فيكسد لللينك ده او الويب سايت ده، بحيث يكون هو البيز الاساس بتاعه كريسيرش انجن بشكل عام. طيب التاسك بتاعت النهارده هتكون عباره عن سكرين ويز يور ريسيرش رابت كاتيجوري اند كوليكشنز، وزي ما احنا عارفين ازاي ان احنا نبعت التاسكس دي. شكرا لكم واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده مفيده يا رب.